مجلس الشعب التونسي اليوم 15 جانفي 2020. الجلسة ولات اسطنبالي وشاوشة الحضرة كانت عبير موسي، دورتها ذكرت بري الغنوشي حتى هجدته من قاعة البرلمان. المشكل هي تحب تسحب الثقة منه لأنه هو مشاهد تركيا أو ما يحبش يقول اش كان يعمل غادي في تركيا. هذا ما كل ما صار، شوف وتفرج ضحكة وشيخة وعبير مدورتها للغنوشي تقول في قسم من أقسام المدارس أو المعاهد والتلامذة مدورينها للأستاذ متاعهم وهو ما هوش لاقي لها حل. سيد رئيس الجلسة، أنا زميلي كريفة عنده الكلمة.